عليكم في قناة فرقيك سايزوني، معكم إياد منصور. اليوم عندنا لكم فيديو حلو، بنتكلم عن شخصية مشهورة في عالم الرعب والأفلام والألعاب والمسلسلات والكارتون، وتاريخيا شخصية معروفة أو مشهورة. الشخصية هي دراكولا، دراكولا أو فلاد إمبيلر، أو بعض الناس ينادونه دكتور أليكارد. أليكارد شنو؟ عكس دراكولا. بالضبط. فدراكولا شخصية مشهورة من زمان، يعني من التاريخ. وتوا طالع فيلم اللي هو دراكولا أنتولد. دراكولا أنتولد؟ إيه. ولا ذي أنتولد ستوري؟ اللي هو. المهم. عادي يبي كنا شوية. نتهاوش، هو يبي يشوفه وكان يقول حلو من التريلر. انا شفت ريفيو حق ال... انا قلت حلو، انت قلت لا يمكن لك، قلت شكله عادي. المهم انا شفت ريفيو حق الفيلم، قالوا ان الفيلم سيء بس اوكي مقبول، بس كانوا متوقعين يصير احسن. فما اعتقد بتشوف الفيلم لما الا لما ينزل على دي في دي يمكن. بس الفيلم حلو لأن في يعطونك الهيستوري قبل لا يصير دراكولا، أول ما صار دراكولا وكان ضد مين؟ ضد الأتراك. أنا شيء ما فهمه، هاي يقولون دراكولا أول فامباير وحصل باورز منه. أمانة لا تسوي سبويل من فامباير. لا لا مين يبي يشوف الفيلم أصلاً؟ لا بس أنا أحس تدري، وأنا برز حق هالحلقة وأقرأ عن دراكولا، قلت تدري شكله لازم اروح اشوف الفيلم لانه ما بضحكم على الفيلم بدون ما اشوفه. المهم فقلنا بنسوي فيديو، لانه كم مره شفنا دراكولا وشفنا قصته؟ أيه. تذكرون انا وايد مروا عليه كم فيلم شفناه بس في دراكولا، كم لعبه لعبتها فيها دراكولا، مسلسلات. فهاي فكره فيديو عبد الله تويلت ما حطوا دراكولا تخربوا. اوف كان بيسوونه شيء ما بقول. بس الحمد لله تويلايت ما في دراكولا. الشيء الوحيد اللي سووه صح ولا في ورا ما ادري. لا لا ما في ليتس ليف ات ذات. المهم الحين بنعطيكم 10 فيرجنز اوف دراكولا من ذكرياتنا ومن طفولتنا نتذكره. بنذكر دراكولاز من مسلسلات افلام وكرتون والعاب. المهم في المركز العاشر عندنا دراكولا كارتون بريطاني. اي كارتون بريطاني في سنة 88 طلع. المهم من اسمه تقدرون تعرفون انه هو بطة ودراكولا. ما ادري ليش الكونسبت صاير مناسب، يعني ما اقدر اتخيل كلب دراكولا او قطوة دراكولا. ما ادري شلون بطة يعني. ولأن استخدموه في اكثر من مكان، كان في كارتون اقدم من هاي كواكولا بس ما اتذكر، ما شفته انا، بس يعني يوم سويت ريسيرش طلع انه في شخصية اسمها كواكولا، وفي دوك تيلز في دراكولا اللي تلعب في اللعبة ضده. ف دراكولا. المهم نروح حق المركز التاسع. المركز التاسع دراكولا من ذا سيمبسونز. ايه انا السبب الوحيد اللي احبه لانه هو في الريبوبليكان بارتي. الهيد كوارترز مال الريبوبليكان بارتي في ذا سيمبسونز ما له حل صراحة، يعني يحسسونك انهم اشرار، يعني تعرف ان اللي يكتبون قصص ذا سيمبسونز ما يحبون الريبوبليكانز. ف The Simpsons, Dracula, Republican. I would Dracula bite him. Oh, do you think there's something going on between those two? To find out, I could turn myself into a bat and follow them around. Oh, you couldn't even get our pizza orders right. Every order is half this, half that. It's confusing. في المركز الثامن عندنا دراكولا من مسلسل بافي. شنو أشهر مسلسل في فامبايرز؟ بوفي ذا فامبايرز. لا تقول لي ترو بلاد وشنو هذولين اللي كل يوم يطلعون لك اسم لازم في بلاد وما أدري شنو تينيجرز. ما نبي نشوف مشاكل تينيجرز، يعني شوف بوفي كانوا في المدرسة، كانوا في الجامعة، ولا تسمع عن مشاكل تينيجرز ولا شيء. كل اللي يسوونه يقتلون فامبايرز في المسلسلات. حتى اللي انقهرت إن دراكولا طلع حلقة واحدة وما تنفسها. صدق؟ إيه. ما تم مو كان سيزن واحد تم. بعدين عقب ما ذبحته ربع دراكولا يبون ينتقمون. اوكي صح، توقع سيزن 5 ولا 4 ما اتذكر. المهم دراكولا من مسلسل بافي. And where'd you get that accent, Sesame Street? 1 2 3 3 victims. ما Xander, I'm pretty sure that's Dracula. Wow, really? دراكولا في المركز السابع هو دراكولا من شركة
دي سي يونيفرس. انا ما لي شغل بشركة دي سي فخل ما تصور يقول لك معنا. حتى سوى له فيلم مال ذا باتمان، باتمان فيرسس دراكولا، كان وايد حلو. ويا الناس ما روحه دكتور اليوكارد حق بروس وين، كان بروس وين يروي جهاز انه يستعمل طاقة شمسية ويقول انه اخيرا كان البشر يطلع فايدة من الشمس وكل هاي. عقب باتمان يستعمل نفس الجهاز عشان يذبحه. يصير اخمن نهاية الفيلم شنو؟ باتمان يفوز؟ اي اكيد. باتمان ماست وين، لازم يفوز. المهم حلو، في المركز السادس عندنا دراكولا من فيلم دراكولا لوفينغت اسمه ايه. لازلي نيلسون يلعب دور دراكولا في فيلم وايد كوميدي وايد حلو. وكم مره شفنا الفيلم؟ وايد اكثر من يمكن اول دراكولا اشوفه. عبالنا هاي دراكولا الاصل. فدراكولا بشكل كوميدي الفيلم وايد حلو. حتى المقطع اللي يبون يحطون الحطبة ويغتشون يطلع الدم ويوم يرقص في واحدة وفي المنظرة ما يبين فهي كأنها تطير. المركز الخامس عندنا أليوكارد، ومو مو أحد معين، أي أحد يستخدم اسم أليوكارد لأنه هو الاسم عكس نفس أليوكارد في سيمفوني أوف ذا نايت كاسلفانيا. هاي يمكن أحسن واحد في بالي الحين هو الشخصية اللي تلعب وياه أليوكارد، حتى دراكولا كاسلفانيا لوردز أوف شادو. هو يعني في بعض الأماكن أليوكارد هو أول دراكولا، في بعضهم يقولون هاي دراكولا نعاكس اسمه وهالأشياء. أزيد القصص إذا في شخصية اسمها أليوكارد دائما يعني يشكون إنه يا أول دراكولا أو دراكولا نفسه بس عاكس اسمه. إيه بس أكثر شيء أول دراكولا. وتصدق في الناس دحين قاعد أتذكر ما في ولا بنية. يعني في بطة وما في بنية. شلون دراكولا بنية؟ تعرف نفس سالفة ثور سووا بنية كل من عفس الدنيا ما يدرون ثور كان ضفدع يوم من الأيام، وكان حد مشهور كان ضفدع لليوم موجود الضفدع. بس المهم ما في بنية دراكولا، لكن في مارفل بنت دراكولا ليليث، وأتوقع مشهورة بتصير. هي مشهورة أوريدي بس بتصير وايد مشهورة أنا أتوقع لها في يعني في المستقبل بيسوون لها قصص أكثر. وما دام ذكرنا اسم مارفل من في المركز الرابع دراكولا مال مارفل، يمكن دراكولا المفضل عندي، لكن أنا يعني قلت بسوي لست يعني عدل فما بحط المفضل مالي أول شيء. لكن صدق دراكولا مال مارفل طلع ويا بليد أول شيء. إيه أكيد بليد دي ووكر. وبليد أول فيلم من مارفل لا تنسى. فيطلع دراكولا في الفيلم؟ إيه يطلع. المفروض يطلع. الثالث. إيه لأنه هو المين بوس مال بليد. بس انا يعجبني في مارفل غيروا شكل دراكولا وايد، بس كل مره يغيرون شكله يصير وايد احلى من المره قبل. يعني قبل شكله كان كلاسيك دراكولا بلا بلا والكيب والفانجز ويتحول باك شوي شوي قاعد يصير نفس وحش متوحش اكثر. ايه بس قاعد يسوونه وايد مودرن تعرف يعني هاي وايد صعب يعني في الافلام تشوف في مارفل الحين يحاولون كل القصه يسوونها مودرن 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 علشان الناس they can relate to the قصة. بس هل دراكولا يعني آخر دراكولا اللي في مسلسل Avengers اللي هو سووه حق اكس مان، دراكولا وايد يكره اكس مان، ما يكرههم، يبيهم يتحولون vampires ويصيرون جنود عنده، لكن ما يصير هالشيء فيكرههم وايد ويبي يسوي أي شيء علشان يخليهم يكونون جنود عنده. شوفوا من شيء اكس مان زين. إذا دراكولا يبي اكس مان وياه يعني تعرفون اكس مان أقوياء. فالشكل الأخير اللي سووا حق دراكولا في مارفل اللي تقدرون تشوفونه في مسلسل افنجرز وافنجرز اسامبل، احلى شكل حق دراكولا صراحه الى اليوم شفته. يعني احب الكلاسيك لوك مال دراكولا، لكن بعد انا كنت اتطور المسلسل بس علشان يعني ريد سكول والبقايا ما مملين حدهم. ريد سكول تملل منه، شفت شلون ريد سكول يعني يبون يسوونه وايد مهم اكثر من ما هو. المهم اولد سولجر. المهم خلينا نقطع هاي، وايد تكلمنا عن مارفل. مركز الثالث عندنا من مسلسلة ألعاب كاسلفانيا دراكولا. خب ما أقدر أختار أي واحد، أنا كل مرة أيه هو الفيلن.
كل مرة يكون أحسن من المرة اللي قبل. يغيرونه لأن كل مرة ناس غير يكتبون اللعبة ويسوون اللعبة. ف لكن كل دراكولاس وكل كاسلفانيات يعني عجيبين بدون أي استثناء. ودائما صعب ويخليك تفلت الجير أو تسكر اللعبة بطريقة معصب حدك تكون. و يعني دراكولا في هاي اللعبة بالذات الحلو إنه كل مرة الرئيس نفس دراكولا نفس ماريو كل مرة الرئيس آخر شيء باوزر بس الحين هالكم كل مرة يغيرون بس باوزر هو المين فيلن نفس هاي دراكولا هو المين فيلن وأحلى شيء في أول كم كاسلفينيا تذكر اللي تقتله بعدين في اللعبة الثانية في اللعبة الثانية لازم ترد you bring him back to life عشان بعدين تقتله في اللعبة اللي عقب فالقصة صايرة حلوة. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? Number two. Nosferatu. اللي هو في متى؟ فيلم ألماني من 1922. فيلم أبيض وأسود وما في صوت. بس الحين إذا تشترون DVD فيه يحطون أصوات. عشان يزيدون المود بس الفيلم سايلنت وليش اسمه نوسفراتو لأن ما قدروا يحصلون الكوبي رايتس حق القصة دراكولا من برام ستوكر إذا كان عايش انزين ما قدروا يحصلون الكوبي رايتس فغيروا كم شيء في الفيلم إلى درجة إنه ما يقدروا ينفعون عليهم قضية إنه قلدوهم وطلع الفيلم حلو صراحة وايد أخاف لما أشوف الفيلم لأنه سايلنت حتى الثياب اللي استعملها هاي في التمثيل في ناس شروا كم 3 مليون تقريبا وحطوا على كلي فيجر نفس شكله انت سمعت الإشاعة اللي يقولون اللي مثل دور دراكولا او نوسفراتو ناس يشكون انه وصل بعد المهم هاي إشاعة عن الفيلم الفيلم يعني ما ذكرت كم مدته 90 دقيقة لكن لازم تشيكون يعني black and white part of history وهذا هو نوسفراتو فمين في المركز الأول أكيد المركز الأول عندكم كريستوفر لي من أحسن ممثلين في التاريخ سكارامانجا من جيمس بوند man with the golden gun هو the man with the golden gun وساروان من Lord of the Rings اللي يحب Lord of the Rings بيعافه وهو اللي ضبط البورت انه ما تقدر تقول ساروان بدون ما تقول كريستوفر لي ما تقدر تقول دراكولا بدون ما تذكر كريستوفر لي كريستوفر لي ما شاء الله عليه من احسن ممثلين في التاريخ كل دور يلعبه هو يعني ناسبه يعني لو تقول جيمس بوند كريستوفر لي على طول يعني كريستوفر لي في بالك بس هو لعب المان وذ ذا جولدن جان دور حلو كان واحد من احلى فيلنز في قصص بوند افلام بوند في أول مرة لعب دراكولا في سنة 58 وتم يلعب الدور في السنوات الجاية السنوات اللي عقب في أفلام عقب حق فترة طويلة حتى لدرجة إن الحين إذا الأجنتس مالينا لا بتكلم وياه بتوقع أو شيء سيره بيودونك بيقولونك لا تقول اسم دراكولا حقه سيره يعصب هو إذا تقول دراكولا كريستوفر لي أحسن دراكولا يعني من كل الأفلام اللي شفتهم فيهم دراكولا يمكن أحسن دراكولا بس أحسن ممثل مثل دور دراكولا بس هو بعد أشك فيه باكوير أنا كم وصل عمره الحين ما شاء الله ما شاء الله يعني 93 الحين عمره دراكولا شخصية هي من الواقع فلاد دي إمبيلر اللي بيروح في الفيلم بيعرف من فلاد دي إمبيلر كان رومانيان حاكم روماني مو في رومانيا حاكم بس ترانسلفانيا كان والعثمانيين كانوا يبون يحتلون المنطقة وكان دائما يروح ضدهم في حروب ف الفيفورت ميثود مال يقتل ناس امبيل ياخذ حرب في قلبهم فتشوفوا هاي يعني هاي الشيء من قصص الفامبايرز انه لازم تقتله ويحطبه تحطه في قلبه هاي من ريل لايف جايبينه يعني مو مألفينه برام ستوكر خذ القصة وعدلها شوية يعني. سواها ساينس فيكشن و زاد بهارات نفس ما نقول ولو كانت قصة فاشلة كان نحن ما بنتكلم عنها اليوم كان دراكولا ما بيكون مشهور وموجود في كل نص ألعاب الدنيا ومسلسلات وأفلام وكل هاي
ان شاء الله عجبكم الفيديو، تابعوا فيديوهاتنا الثانيه.